نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه جدا ضد تساقط الشعر. كنعرفوا على ان هذا الخريف وفصل الخريف كيبدا التساقط ديال الشعر كيكون كثير بطبيعه الحال مع تقلب الاجواء، والشعر كيكون ديجا متضرر بالبحر واشعه الشمس والمسبح في الصيف، لذلك كيبدا يتساقط مع الخريف بكثره. هاد الوصفة هذه مجربة من ناس موثوق فيهم ومني أنا أيضا شخصيا من أروع ما يكون، جربوها صدقوني لأنكم غادي يعني تعجبكم بزاف. كنستعملوا فيها نواة التمر أو العظم ديال التمر، كنقطوه كنغسلوه نمسحوه مزيان نخليوه حتى كينشف، وكندخلوه للفران حتى كيتحمر كيتقرمل تيولي مقرمل بحال هكا، كندوزو كنطحنوه. كنستعملوا معاه زيت الخروع كما كتشوفوا معايا، لي دو ريسا، كنستعمل ماركه بيو، وكنستعمل معاه الزيت الرائع والزيت المعجزه للشعر هو زيت ازير ولا الويل دو رومارين او زيت اكليل الجبل على حسب المسميات. دونك نطحن هذا يولي بودغ، كنزيد معاه معلقه ديال زيت ادير، معلقه كبيره ديال زيت الخروع، ممكن نزيد زيت اللوز الحلو الا متوفر عندكم. كنجيبوا البنات شي قرعه بحال هذه، هذه كنت وريتها لكم في المشتريات ديالي من ايكيا، المهم دي يكون عندها هكا البخاخ او ديال بلاستيك راهم كاينين موجودين. كنوضعوا فيهم الخليط ديالنا، نجيب شي معلقه كيولي بحال هكا كيف كتشوفوا معايا، ثم كنجيب زيت الخروع هو كتشوفوا كندير كميه معلقه كبيره تقريبا، نقدروا نديروا في هادو نحتفظوا بهم ما نبقاوش نخويهم، نديروا فيهم لي زويل ديالنا باردون. كناخذ الويل ديال ازير، غزاله الريحه ديالها البنات، نضع منها شويه فوالا. بحال هكا، ثم نقدر نزيد شويه ديال زيت الزيتون ما بغيتش صافي. كناخد الغلاقه ديال القرعه ديالي باردون كيف كتشوفو، كنحرك، نقدر نجيب كاع كاريمون شي معلقه ونحرك بها فوالا وكيتخلط. البنات اللي شعرهم طويل بزاف يقدروا يزيدوا واحد الكميه ديال زيت الزيتون، شعرهم ناشف يزيدوا كميه ديال زيت الزيتون واحد 3 معالق كبار صافي. هكا باش كيجيكم ساهل ملي كتبغيو ديروا لابليكاسيون، كتجيو تتفتحوا الشعر ديالكم فروه الشعر وكتبركوا كيخرج الخليط. هذه هي البنات هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله راح تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم شجعوا القناه انضموا لنا بالضغط على المربع الاحمر صابوني سبسكرايب، فعلوا الجرس من اجل التوصل بجديد الفيديوهات، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكبر العائله وتعم الفائده. سعدت وساسعد دائما بلقائكم والى الملتقى بحول الله.